مساء الخير عليكم مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع من داخل حديقة فيريال التاريخية، ونلتقي بالحاج إبراهيم الديب أحد الذين يعني عاصروا عهود كبيرة داخل محافظة بورسعيد. هيحكي لنا عن حكايات زمان هنا داخل المحافظة. عم إبراهيم بنرحب بحضرتك على تلفزيون اليوم السابع. يعني عايزين نعرف من حضرتك السن الاسم، نشأت في منطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المواطن إبراهيم محمد الديب من مواليد بورسعيد 17/3/34، 87 سنة السن، وأنا مواطن من محاربين 56/67 73. النهاردة الأبوتي مدينة خالدة. المناخ الأولاني والمناخ الفواني دول كان عندي جامع صالح سليم، عندي أشلاء السواحل، كانت البيوت دي اسمها المناخ الفؤاني والمناخ الاولاني. المناخ الاولاني والفؤاني يعني نمره واحد ونمره اثنين. فالبيوت دي كانت قدام اشلاء السواحل لحد شارع الامين اللي هو الوقت مسميينه شارع الامين، والبيوت دي كانت عباره عن خشب كلها. فاجت الثوره لانشات هذه البيوت عمارات وابراج. فالوقت هذه المدينه الباسله اللي أنشأت لمؤاخذة شباب مناضل ما يتنساش أبدا وكافح عن هذه المدينة. يعني أنا أقول لستك وأنا عيل صغير، كان أيام في الأربعينات كان معسكرات البريطانية قبل المؤاخذة الثورة قبل خروج الجيش، كان في معسكر اسمه معسكر الجولف. معسكر الجولف ده كان بيمشي من الطريق لمؤاخذة بتاع المعاهدة لما الكبر الرسوة، وأحلى المؤاخذة طبعا كنا لسه عيال بتاع 14 سنة و11 سنة، وبأنشأنا على الوطنية بلدنا، بقينا نروح ضد المعسكر ونهتف ونرمي المؤاخذة كور معكوكة بالغاز ونرمي نهتف المؤاخذة بالنار. فهذا البلد المؤاخذة بلد ما تتنساش، بلد لمؤاخذة عظيمة. حضرنا بقى التأمين بقناة السويس. طب قبل التأمين عايزين نعرف الأحياء اللي كانت موجودة في بورسعيد زمان، بورسعيد مبنية على إيه؟ أول حي اتنشأ فيها هو إيه؟ أول حي اتنشأ فيها لمؤاخذة اللي هو أيام الثورة حي الزهور. أول ده دي الأحياء الجديدة. لكن القديمة حضرتك واحنا بنتكلم قبل التسجيل قلت لي المناخ. المناخ ده قديم. ده خشب. ده البيوت خشب أرضية. ده كان مكان بقى الوجود الصيادين. الصيادين وأهل البلد برضو. تمام. المواطنين اللي هم برضو من القدام من أهل البلد. وكان لهم عاوزة فيها أهاوي وفيها كل حاجة. وكان في العرب. والفرنك. مولد النبي كانت برضو يتفرش الحلاوة المعراض والعرايس والحاجات دي. أهل يعني ما بتتنساش الحاجات دي. وكان فيه صرماي بروح الجبالة. الشريط لمؤاخذة ما زال كان تشوفه من عند قهوة راس البر موجود، وكان الترمان ده روح الجبانة، واخد بالك. وبعدين في حاجة تانية أنا حضرت لمؤاخذة فيه، كانت الجبانة الأول على حسب ما سمعت والله أعلم من يعني من والدتي بقى الله يرحمها، لأن عاشت حوالي 95 سنة ما شاء الله. كانت بتقول لك الجبانة الأول عند جامع علوان بالأرض الفاضية دي. تمام. ولكن طيب كنت أسألها لأن هي عايشة أكتر مني، قالت لي بقى لموا العظام وودوها الجبانة وعملوا حتة اسمها مكان العظام، بير العظام اللي هو اللي موجود في وسط الجبانة. فهي دي قلت لها طيب، ودي كانت قالت لها هو ده اللي بقوله، ده هو ده اللي حصل. قلت لها طب انت اتجوزت ازاي؟ لوالدتي بقى ما عندها دخل على 100 سنة هي الله يرحمها بقى. قالت لي انا اتجوزت ابوك شافني وعجبني وفرح، كان والدي متوفي راح لاخويا، واخويا بقى لمؤاخذة اتوكل لي وتزوجت وجبتك انت واخوك الله يرحمه. قلت لها طيب، وبعدين في النهاية تمام. بنديك الصحة. عايزين نعرف بقى عم ابراهيم الخمسينات بقى ازاي انتوا كنتوا بتستعدوا للمقاومة الشعبية هنا في بورسعيد، والروح والعزيمة كانت وسط الاهالي عاملة ازاي؟ كان بقى بنستعد، بنروح نتطوع في معسكر
المعسكر ده في أرض قدام المعسكر على شارع الأمين واسمه معسكر الحرس الوطني. والمعسكر ده كل اللي زي كان عنده المعسكر بتاع 20 سنة أو 21 سنة كان بيروح نتعلم على السلاح والبندقية والقنابل اليدوية والألغام الحاجات دي كلها. لأن لما أنت أممت القنال أما أممت القنال عارف أن فرنسا وإنجلترا هتيجي لأن المعوزة كان هم المعوزة بيأكلوا من بيأكلوا بيأكلوا خنة من خير مصر خير مصر بيأكلوا المعوزة لقمة صاحبت من إيدهم من حنكهم فبقوا بقى عاوزين ينتقموا مننا. فروح مع المعوزة أنا كنت متطوع اتطوعت في حاجة اسمها الحرس الوطني وبعد ما صبت اتعلمت على الأسلحة والألغام والحاجات دي ووقفنا اجت القوات البريطانية قومنا والقوات الفرنسية اجت بقى القوات البريطانية لما أغزة دخلت البلد لكن لما أغزة قومناها بقالة بالقنابل اليدوية لما أغزة يجي كان ثلاثة يمشوا كده وثلاثة كده ويمشوا في الشوارع الضيقة الحواري الضيقة والبلد مهجرة كلها ولكن احنا ما قاعدين للحرب وكنا نخلي العربية الدورية ماشية بتاع الجنود البريطانيين نروح نرمي عليها القنبلة اليدوية ونجري وبعدين انا كل مهمتي كان بالمنشورات بالانجليزي وبالعربي من يتعاون مع الانجليز له الموت كنت يعني انت ما تروحش تتعاون معاهم كله كان على قلب رجل واحد مرة واحد اجا دلهم على الاسلحة في جامع عند جامع علوان بيقوم بقى يحولهم فهم بقى لما أغزى فكر ان هو هياخدوه ياخدوه معاهم راح لما أغزى واقف راح ركبين عليه جاز وولعناه ده جزاء خاين قبل عدو ياخد لما أغزى رقبتي وبعدين بقى قومت اما الجندي الفرنسي معاملته صعب شوية ليه لان انا قابلني واحد من جنود دولية فتشتني وبعد ما فتشتني راح زغدني بالبنية ما بقدرش اتكلم لان ما معيش سلاح اقاومه ازاي لو معايا سلاح كنت اقاوم فهو بقى لمؤاخذة عرفتهم ان المؤاخذة اللي ناس وبعدين دخلوا منهم جنود بريطانيين دخلت الجامع العباسي وطلعت راجل كبير مصالح كان في بنبوطي دخلوا فتشهم ما تلقوا الراجل ده قاعد مكلمهوش فإنما أنا بقول لك هذه المعركة كانت معركة بطولة بورسعيد وشارع حمادي ده وعباس كان والع مسهرج وشبيب من المقاومة تلاقيه مرمي في الأرض ميت من الأبطال اللي قاوموا واخد بال سيادتك ده أنا بحكي على قصة لو أغزى ما انساهاش أبدا وحضرتها وأنا فدا مصر لها فضل علينا كبيرة أول حاجة ربنا فضل كبير علينا وبعدين لما أوزع مصر هي مصر أم الدنيا أم العالم كمان إذا حبيت مصر تحب من المية تنلها وتحب لما أوزع من شعبها الطيب وأقول لك تحيا مصر تحيا مصر. نشكر حضرتك عم إبراهيم وهنكمل مع حضرتك حكايات بورسعيد زمان في حلقات جاية إن شاء الله ولايفات جديدة من محافظة بورسعيد. بنشكر حضراتكم مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع كنا معاكم من داخل حديقة فريال التاريخية بمحافظة بورسعيد كان معكم محمد عزام مراسل اليوم السابع محافظة بورسعيد.